السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة ان شاء الله يا ولاد هنبدأ مع بعض وشرح اول فيديوهات منهج كونكت بلس. هنبدأ ان شاء الله النهاردة في يونت 7 الوحدة السابعة بعنوان All Around the World، حول العالم. هناخد ان شاء الله بإذن الله Lesson 1 الدرس الاول، درس الى حد ما سهل وبسيط ان شاء الله بإذن الله تفهموه معايا بكل بساطة. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس في البداية اتمنى يا ريت لو لسه ما نورتنيش واشتركت في القناة، اشترك دلوقتي في القناة على زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بأي فيديو انزله، ويا ريت لو عجبنا الفيديو ما ننساش ندعم القناة باللايك والكومنت. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. Let's start. هنبدأ يا شباب بمجموعة من الكلمات. كلمة ساحلي معناها coastal. coastal، يا ريت تردد ورايا coastal. طبعا كوست لوحدها معناها ساحل، يبقى كوستل ساحلي. صحراء يعني ديزرت. ديزرت، ديزرت. جبلي نركز فيها، احنا عارفين جبل يعني ماونتن، اخرك لحد الان ماونتن، ماونتن. طب جبلي ماونتنس، بصوا عملت ايه؟ ماونتن اهي عادي جدا اهي، ماونتنس، بصوا اس، ماونتنس، 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 جبلي ماونتنس، ماونتنس، ماونتنس. القطبي معناها بولر، بولر، قطبي، بولر، بولر. غابة مطيرة رين فورست، رين فورست، رين فورست. قروي او ريفي رورال، 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 رورال. طب حضري او مدني، ها اوربن، اوربن، urban. rural urban. rural urban. rural urban. صخري معناها rocky. صخري معناها rocky. 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 كثافة سكانية عالية مهمة جدا. densely populated. densely populated. densely populated. طب كثافة سكانية منخفضة، ها sparsely populated. sparsely populated. sparsely populated. densely populated. sparsely populated. يلا قول معايا densely populated. sparsely populated. densely populated. sparsely populated. جاف dry. dry. هادئ quiet. quiet. رطب wet. wet. صاخب او مزعج noisy. noisy. عاصف windy. windy. حضري او عاصمي metropolitan. 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 زواحف reptiles. 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 درجة الحرارة temperature. 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 مباني buildings. 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 وطبعا build معناها يبني، يبقى buildings مباني. طقس weather. 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 ال T وال H اتنطقت ذا. القطب الجنوبي the Antarctic. the Antarctic. the Antarctic. 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 الأكسجين oxygen. 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 ثدييات mammals. 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 مستنقع swamp. 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 دلتا النيل نايل دلتا. نايل دلتا. القطب الشمالي the Arctic. the Arctic. the Arctic. حركة المرور traffic. 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 تعالوا نشوف تصريفات الأفعال. عندي فعل يسافر travel، الماضي traveled. change يغير، الماضي changed. breathe يتنفس، الماضي breathed. cover يغطي، الماضي covered. survive يتعايش، survive يتعايش، الماضي survived. find يجد، الماضي found. have والhas الماضي had. get الماضي got، وطبعا get معناها يحصل على. وmake الماضي منها made. important expressions and prepositions. different kinds of، أنواع مختلفة من. التعبير ده مهم جدا يا ولاد. different kinds of، أنواع مختلفة من. travel around يتجول. travel around يتجول. travel around يتجول. on every continent في كل قارة. on every continent في كل قارة. at the top of على قمة. على قمة بقى ايه ونكمل. at the top of.
at the top of. هنا يا ولاد هنبدأ نتكلم على different environments، بيئات مختلفة. أول بيئة هنتكلم عليها هي rainforest، الغابة المطيرة. There are يوجد lots of trees، الكثير من الأشجار، plants النباتات، and flowers والزهور here هنا. Lots of animals، كثير من الحيوانات، live in تعيش في these places، هذه الأماكن. For example، على سبيل المثال، there are يوجد insects، حشرات، birds، طيور، reptiles، زواحف، and mammals، وثدييات. كل دول بيعيشوا في الرينفورست، الغابة المطيرة. It often rains. إيت هنا يا ولاد بنقصد بيها الجو، يعني الجو في الغالب rains، بيمطر، and the temperature، ودرجة الحرارة is hot، تكون حارة. يبقى احنا المعلومات اللي عرفناها عن الرينفورست ان في شجر ونباتات وزهور كتيرة في الغابة المطيرة، في حيوانات بتعيش هناك زي الحشرات، الطيور، الزواحف، الثدييات، كل دول بيعيشوا هناك. الطقس هناك في الغالب بيبقى فيه مطر، لكن بيبقى الجو حار. طيب الـ coastal environment، البيئة الساحلية. This environment، هذه البيئة، is where the land is next to the sea، حيث تكون الأرض، the land is next to، بجوار، the sea، البحر، زي الصورة كده اللي قدامنا دي. In some places، في بعض الأماكن، there are يوجد beaches، شواطئ، with sand، فيها رملة. And sometimes، وأحيانا، there are يوجد swamps، مستنقعات، and forests، وغابات. يبقى أحيانا يا ولاد في البيئة الساحلية هتلاقي شواطئ فيها رمال، وأحيانا هتلاقي مستنقعات وغابات. The Nile Delta، دلتا النيل، is an example، تعتبر مثال للبيئة الساحلية، and so is the Red Sea، وبرضو معانا البحر الأحمر. Desert environment، البيئة الصحراوية. It is very dry in this environment، يعني الجو يا ولاد very dry، جاف جدا في البيئة دي اللي هي البيئة الصحراوية. The animals and plants، الحيوانات والنباتات، that live، التي تعيش here، هنا، have to، يجب أن، خلي بالكو have to معناها يجب أن، ها، يجب أن، find، تجد أو تلاقي، clever ways، طرق ذكية، to survive، لكي تحيا أو لكي تعيش، without a lot of water، بدون الكثير من المياه. فهنا يا ولاد بنقول إن الصحراء ما فيهاش مياه كتير، فلازم الحيوانات والنباتات اللي عايشة في الصحراء تستخدم طرق ذكية، clever ways، عشان تقدر إن هي تعيش في الجو ده. You can find these environments، تقدر تلاقي البيئات دي أو البيئات الصحراوية دي on every continent، في كل قارة. And they can be، وممكن يكونوا hot or cold، ممكن الصحراء دي تكون حارة أو باردة. Rural environment، البيئة الريفية. There aren't، لا يوجد، many houses، الكثير من المنازل، or buildings، أو المباني، here، هنا. So لذلك this place، هذا المكان اللي هو البيئة الريفية دي، often، في الغالب، has، بيبقى فيها more animals، حيوانات أكتر، and plants، ونباتات أكتر. يبقى البيئة الريفية يا ولاد إيه اللي بيميزها؟ إن مفيش مباني كتير أو منازل كتير، there aren't many houses or buildings. طب ده أدى إلى إيه بقى؟ ها؟ عشان كده النتيجة هتلاقي إن في more animals and plants، حيوانات ونباتات أكتر. Not many people live here، يعني مفيش ناس كتير بتعيش هنا أو في البيئة الريفية دي. So it is sparsely populated، عشان كده الكثافة السكانية بتاعتها منخفضة. It can have lots of different kinds of weather، ممكن تلاقي في البيئة الريفية دي lots of، كثير من، different kinds of weather، أنواع مختلفة من الطقس. But لكن it's a quiet place to live in، البيئة دي أو البيئة الريفية دي تعتبر مكان هادي، a quiet place to live in، تقدر اللي انت تعيش فيه. Polar environments، البيئات القطبية، طبعا بيقصد بيها منطقة القطب الشمالي ومنطقة القطب الجنوبي. عشان كده قالك ايه، there are two of these environments، في اتنين من البيئات دي in the world، في العالم.
the Arctic and the Antarctic، يعني منطقة القطب الشمالي ومنطقة القطب الجنوبي. It is cold and windy. أول معلومة هنعرفها عن المنطقتين دول إن هي مناطق ساقعة، cold and windy، وعاصفة. Here، هنا، with a lot of ice، وكمان فيها كتير من التلج. Some animals، بعض الحيوانات، have found، وجدوا، have found على بعض، وجدوا، ways، طرق، to live here، عشان يعيشوا هنا. But لكن there aren't، لا يوجد any trees or flowers، أي أشجار أو زهور، مفيش أي شجر ولا أي زهور في منطقة القطب الشمالي أو منطقة القطب الجنوبي. الأوربن انفايرنمنت اللي هي بقى البيئة الحضرية اللي معظم الناس عايشة فيها. This is a metropolitan area. دي تعتبر منطقة، ها يعني ايه metropolitan area؟ يعني منطقة حضرية. Which is densely populated، بتعتبر ذات كثافة سكانية عالية. Most people، معظم الناس، in the world، في العالم، live in this kind of environment، بيعيشوا في النوع ده من البيئة. كلمة kind يا ولاد معناها نوع، خلي بالكم. There are، يوجد، lots of buildings، الكثير من المباني، and there can be a lot of traffic، وممكن تلاقي برضو الكثير من حركة المرور، يعني عربيات رايحة وعربيات جاي، هي دي الترافيك أو حركة المرور. To أيضا آخر بيئة هنتكلم عليها يا ولاد هي mountainous environment، البيئة الجبلية. It can be، ممكن تكون، it can be، ممكن تكون، ممكن تكون ايه؟ difficult for، صعبة لي، people، الناس، to live، ان هم يعيشوا، and travel، ويسافروا، in this high environment، في البيئة العالية دي. يبقى من الصعب يا ولاد على الناس ان هم يعيشوا ويتنقلوا في البيئة العالية دي. They are very beautiful places. يوجد أماكن جميلة جدا. طبعا المنطقة عالية، فأكيد طبعا المناظر من فوق إيه؟ جميلة جدا. They are very beautiful places. But لكن they can be cold. ممكن تكون باردة. With lots of rain. وفي كمان مطر كتير. Or snow، أو جليد. And the weather، والطقس، can change، ممكن يتغير، quickly، بسرعة. The animals، الحيوانات، and plants، والنباتات، that live here، اللي بتعيش هنا، have to، يجب أن، مضطرة إن هي find special ways، تلاقي طرق خاصة to survive، لكي تحيا أو لكي تعيش. زي برضو الحيوانات والنباتات اللي بتعيش في الصحراء، لازم برضو يبقى عندها طرق خاصة كده أو طرق ذكية عشان تقدر تعيش في البيئة دي. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة وخلصنا الدرس الأول على خير. أتمنى تكونوا استفدتوا منه. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.